السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرق كبير جدا جدا من يقرأ القرآن ويدخل معاه كل حواسه وروحه وقلبه وترتيله ويقرأ ويتمعن في المعنى اللي هو قاعد يقرأ فيه ويعبر عنه، والإنسان اللي يقرأ بترتيل صحيح وجميل وحلو لكن ما يعبر عن المعنى. خذ هذا المثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الآية يعني ما تحتمل ان الواحد يقراها بالترتيل اللي انا قلت فيه قبل شوي. الآية مليانة حزن، فقد يعقوب عليه السلام لابنه، فانت لازم تقراها بترتيل يشعرك بالمعنى اللي انت قاعد تقرا فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قراءته مفسرة، لذلك انت تسمع بعض القراء لما يقرأ تدخل قراءته الى القلب مباشرة، تفهم من خلال قراءته للقرآن. هذا اللي احنا بنوصل له، الماهر بالقرآن. خلنا نقرأ الآية مرة ثانية بترتيب يناسبها. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. شوف شلون وصل لك المعنى، ان يوم تولى عنهم وقال يعني من كل قلبه يا أسف على فقدي ليوسف، هني انت تعبر عن المعنى القرآني اللي موجود والآية بطريقة ترتيلك واختيارك للترتيل المناسب اللي انت قاعد تقرأ. كل هذا اللي انا شرحته يعني شكل بسيط جدا انا قدمته بكورس قرآني متكامل اشرح فيه كل أسرار فن تلاوة القرآن بالتعبير عن المعنى. سميت هذا الكورس فن التعبير عن المعاني بالأداء القرآني. مو بس أنا اللي ذكرت هذه النقطة أنك أنت تختار الترتيل المناسب، لا، في استفهام لازم تجيبه أنت وانت تقرأ القرآن إذا كانت الآية فيها استفهام، في علو مناسب، في خفض مناسب تجيبه بالآية. شرحت كل ما يتخيله الإنسان من أنه يطور في قراءته لكتاب الله عز وجل بهذا الكورس. كل الجدل اللي صاير في المقامات، هل يجوز تعلم المقامات؟ هل هي موسيقية المقامات؟ هل لها علاقة بالموسيقى؟ شرحت هذا الأمر وتفصيل العلماء فيه بشكل سهل ومختصر ومفيد إن شاء الله. تصلح هذه الدورة أو الكورس. هذه صفحة الكورس القرآني، أنا قلت لكم سميتها فن التعبير عن المعاني بالأداء القرآني. طبعا سعرها 22 دينار، الحين راح أعطيكم كود خصم راح يخليها نص السعر. فرصة حلوة حق اللي بيطور أدائه القرآني. مدة الدورة أو الكورس هذا ساعتين، فيها 35 مقطع. إنزين، تشوفون هني محاور الدورة هذه. أول محور أنا تكلمت عنه في الكورس هذا أهمية تعلم فن التلاوة التفسيرية. ليش يا جماعة الخير؟ لأن إذا القرآن ما ينقري بهذه الصورة، ما ينقري من قلب مع التعبير عن المعنى، ما يوصل. احنا نتعلم فنون وايد في هذه الحياة الدنيا، ليش ما نتعلم المهارة في تلاوة القرآن؟ بعدين دخلنا في طبقات الصوت، شنو الطبقة المناسبة لصوتي؟ أكثر سؤال نسأله. تكلمت عن المقامات، التفصيل فيها، كلام السلف رحمة الله عليهم فيها، ذكرت الأقوال، فتوى الشيخ عثمان الخميس وغيره من العلماء، ابن حجر رحمة الله عليهم تكلم، شرحت كل المقامات بصورة مبسطة جدا وحلوة. هني ذكرت شلون واحد يقدر يتعلم طريقة الترتيل. وايد محاور يا جماعة، قلت لكم ما راح نخلص. هني دشينا في التعبير عن النفي والنهي، الاستفهام، معنى المفردة، وزن الكلمة، العلو. صراحة يعني الدورة جميلة جدا، وإن شاء الله يا رب يا جاي كرام تستفيدوا منها بشكل مو طبيعي، وخاصة الحين فيها يعني خصم نص السعر، وراح تاخذون طبعا اللي خلص الدوره راح ياخذ شهاده ان اجتاز الدوره.